الانتقادات لصلاحيات الرئيس وقالوا ان هي ما زالت كما هي، ايه وجهة نظر حضرتك؟ الدستور الحالي وزع السلطات والصلاحيات وأعاد ترسيمها ووزعها بين رئيس جمهورية مدني منتخب ورئيس حكومة، وده هيبقى واضح جدا في الدستور. أما إن احنا نقول إن الدستور كرس الثاني تركيز الصلاحيات أو السلطات أو إنه هيخلق استبداد أو ديكتاتور جديد، لا حقيقي لا، يعني الدستور عاد الترسيم وبالتالي لن نجد ديكتاتورا جديدا أو استبداد جديد في مصر. ثم إن المناخ اتغير وإن كل مؤسسة هتنتزع صلاحياتها وهتسأل عن هذا، وبالتالي خلاص يعني هذه صفحة وطويت. يعني بالنسبة للنيابة الإدارية واعتراضهم وهم عايزين يبقوا سلطة مستقلة، ايه وجهة نظر برضه حضرتك؟ انا وجهة نظري ان النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة هي طبعا هيئات قضائية، ينص عليهم في الدستور ويحدد صلاحياتهم، مفيش إشكالية ان يبقى في مادة للدستور تنظم ان القانون يحدد صلاحياتهم وسلطاتهم وينشئ ويدمج ويطور ويعدل، ده يكون افضل. ولكن احنا في النهاية اذا تم الاستقرار على ان تبقى في مادة للنيابة الإدارية ونؤكد على صلاحياتها وخصائصها وكذلك لهيئة قضايا الدولة، لا بأس.